هذا المستمع يقول: أيهما أفضل وأكثر ثوابا، أن يعفو المسلم عمن ظلمه رجاء ثواب الله، أم ترك التحلل لأنه يستوفيها حسنات يوم القيامة؟ لا، الأفضل العفو. قال الله جل وعلا: ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وفي الحديث: ما عفا رجل مظلمة إلا زاده الله بها عزة. فأنت إذا عفوت عنه في الدنيا رفع الله بها درجتك ووفقك، إن لم تعفو فإن في الآخرة انقصار، وقد يكون قصص يسيرة. لكن العفو في الدنيا مع القدرة هذا أوفر لك عملا يوم لقاء الله.